الايامات اللي فاتوا كي تشوف فيسبوك مع اصحابي اللي في جبس والكل راني عندي برشا ما عمتش اما راهو الايامات هذوما تعالوا عمر راهو البحر نظيف معناها راهو يشجع انك تهبط تعوم ديجا عمرك ما تجي تلقى الشط ياسر مليان بالطريقه هذيك معناها لعبت كل لحظتها. لينا ظهري 21 سنه اتيديانت وناشطه في حمله ستوب بولوشن جبس. عندي تقريبا 4 ولا 5 سنين ما نعومش في شط جابس وخاصه معناها زدت خفت اني نرجع نعوم في البحر لانه عم نول في 27 جويليا معناها خرج الفوسفوجيبس اللي يخرج من المصب معناها بتاع المجمع الكيميائي خرج للشط وصل حتى اكثر من 10 ولا 15 كيلومتر معناها تقريبا شط جابس الكل كان اكحل وما يعومش والعام اللي قبله 9 أوت صار نفوق للحوت معناها تقريبا على شط جيبس الكل كان فما حوت ميت تاع منول صار انه اسيد في البحر العباد خرجت محروقه معناها ما بتنجمش تهبط وتعوم. انه سنة بيسكو فما تقريبا شهر ولا اكثر المجمع ما يخدمش والمصب معناه حابس دونك لاحظنا من جوان تقريبا وجويليا وتوا بدايه اوت انه البحر عمال وينظف خصوصا معناه الجمعه الاخرى ولا جمعة ونص الاخرين كان البحر ياسر مزيان معناه تقريبا كما بحر قليبيا ولا بحورات بنزرت اللي عمرنا ما شفنا بحر جيبس هكاكا معناه نظيف على الاخر دونك استغلينا الفرصه كيما الجوبسي كل معناها هبطنا جبس كل البحر اللي ما كانش يتعبى معناها الشط بطريقه هذيك معناها عشرات الالاف تاع العباد في الشط انا بعد 4 سنين رجعت تشجعت عاود رجعت عمت في بحر جبس. اخرى ممكن احنا نحلموا بهذا معناها عندنا سنين ونخدموا عليه ونحكم على العباد ونحاولوا نوصلوا صوتنا باي طريقه جابس اخرى ممكن وي معناها توا يكفي انه شهر مسكر شوف شنو صار معناها في البحر خلى عليك كان ريال مو معناها يتسكر توا معناها جابس اللي يحكي لك على جابس 30 سنه و40 سنه التالي والثروه البحريه والواحه نتاع جابس معناها ريال مو معناها تتحسر معناها علاش نحن نعيشوا هكا توا.